طبعا هذا بس ناخده يعني بنفرمه كله، يعني احنا بنوقع الشقه بنبنيها من اول وجديد. معاك مصاري اشتري سياره كاش، انا هاد بعتبره غبا. معاك مصاري بتروح بتكيش عقار. بعطيكم خبراتي في البزنس، داخل عليهم زي هتلر يعني. هذا كلياته بوقف، هذا الهبل كلياته انا ما عندي اياه. هي ب 600,000 يعني، والله يا بلاش. ما والدولة ويسعد ربكم يا أحلى عالم. اليوم جاي على هالمبنى شوم ذا بيلدينج، والله يعني شوي زعلان لأنه هالعمارة فيها بس 4 شقق. طبعا أنا عامل عقد عليها ومخلص، أنا جاي بس أفحصها بسرعة أنا وهالشاب وحنشتريها. أنا بحب الشقق كبيرة، جلال أبو مويس كل شي بيعمله كبير، بس هاي فيش فيها الـ4 شقق، بس جايبها على لقطة. بتسوى ب 850، أخذها في 600 وبداش تصليح كثير، والروف جديد. واللي زمان مش مصور لكم وأنا قاعد بفحص عمارات، فقلت أخذكم معي اليوم، تعالوا ليتس جو. سو هاي في منطقة هسا في ميامي، فيها زي 3 مدن، لا مش ميامي، اللي هم بسموه ساوث فلوريدا. في 3 مدن اللي هو ميامي، في براورد، واللي هاي فيها احنا بفورت لادردايل، وفي بالم بيتش. واتس اب تشامب؟ نو دود، يو جيت مي اون كاميرا مان، دوينج جود دود، جود سين يو مان. سو حنشوف الشقق هسا من جوا. بقول لي المواسير والروف 100 100. سو هسا بدنا نورجيك الشقق من جوا. هاي هاو ار يو؟ I think you spoke to Saria. All right, let's go. Thank you so much. Hey, أول شقة بدنا نشوفها. Hello, son. How are you? Hello. Hello. Yeah, if you want to do your thing. شوفوا لي هالمطبخ. هذا كله زبالة. هذول عايشين زي الزبالة. تعال ورجيهم. Show them the kitchen. شوف 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 شوف. بطبخ ولا حتى فيش شيء نظيف. طبعا هذا بس ناخده يعني بنفرمه كله. يعني احنا بنوقع الشقة بنبنيها من أول وجديد. Thank you so much. Appreciate you. هاي أول شقة. طبعا أنا عارف من دون ما هو هذا اللي بنجيبه عشان يفحص لنا كل شيء بالعمارة. معاه عدته وكاميراته، بحط كاميرا جوا المواسير، بفحص كل إشي من فوق لتحت، بعطيني بالآخر تقرير بقول لي كل شيء موجود وصاير بالعمارة. أنا عارف أقولكوا هاي بسموها يعني حربقة. هسا أنا عارف العمارة فيش فيها إشي، بس لما أجيب واحد زي هذا مرخص يجي يعمل لي تقرير على وضع العمارة، بطلع لك أشياء اللي ممكن تكون بسيطة بس زي بفخم حجم المشكلة بالتقرير تبعه قانونيا. بعدين بمسك التقرير هذا بروح بعطيه لصاحب العمارة، بقول له طلع عندك 1 2 3، أنا ما أخذ منك ب600، نزل لي كمان 50,000. هذا بعد العقد، كمان بعد العقد، مع إنه هي زي يعني زي ما هي على 600، طالع علي بديل ولقطة كويسة. بس ليش ما نحاول نكبر مارجن اللي هو حجم الربح بهالتقرير اللي عن جد مكلفني بس 300 دولار، يعني ولا إشي. تعشوفوا لي هالناس كيف عايش. طبعا هات فهم سماي ليش هذا حط ورد جنبه بسكليت. طبعا انا بسوخد، انا داخل عليهم زي هتلر يعني. هذا كلياته بوقف، هذا الهبل كلياته انا ما عندي اياه، يعني هاي الخيمه كلها بتنهد، كله بروح. تعالوا بدنا اورجيكم شغله ثانيه ورجيتكم اياها بفيديو قبل زي هيك. اهم شيء لما تشتري عماره، لانه هون اللي في هالبلد عرصات، بتلاقيه مثلا شاري بيت مقسم لك اياه، بكون البيت كبير بقسمه قال له 4 شقق وباجره، وبتفكرها عماره فيها 4 شقق كلهم على عداد كهرباء واحد. بقول لك عرصات في هالبلد، فلما يجي حدا يقول لك مثلا عندي 4 شقق بهالعماره، لازم يكون في 4 عدادات كهرباء لكل شقة لها عداد، وعداد خامس يكون للكهرباء الخارجيه. هذا مش ضروري، مرات موجود مرات لا، بس السياره بمفتوح شت مسكر. بس انا بعرف انه هاي فيها عداد لكل شقه، بس كنت اورجيكم اياها. اعمل لكم فعاليات على الكاميرا عشان تقولوا جلال عاطل. شوفوا بعطيكم خبراتي في البزنس. هاي العماره ليش عجبتني؟ يعني هاي مش بس حيط، هذا حيط لعماره جنبنا، عماره تجاريه. ليش عماره تجاريه؟ يعني فيها محلات كثير وجنبها في كمان واحد. فشو معناته؟ معناته هاللي عايشين عندي دائما عندهم شغل، لانه معظم الناس اللي بيشتغلوا يعني الموظفين بالاشغال هاي هم اللي بيجوا بعيشوا في هاي الشقق. يعني هون ما تحط شقه للاجار الا هي نفس اليوم جايك مستاجر بتفضاش. يعني بعد لكم انا بحبش العمارات الصغيره، لانه انا بقول لك ليش، لانه العماره الصغيره ولا الكبيره اللي فيها 4 شقق ولا الـ40 شقه، قسما بالله نفس وجع الراس. فذا انا خاش في وجع الراس وخاش فيه، خش فيه على ربحه زي العالم والناس. بس هاي اجتني هيك، يعني قلنا من نقنق على هال4 شقق. هي ب 600,000 يعني، والله يا بلاش، انها بتنباع 850 900 انطارت 900، فقلنا من نقنق عليها. وبدها الشغل كثير، يعني العماره مرتبه بصراحه، يعني كل شيء فيها يعني زي ما بدي. واللي عجبني فيها موقعها. انا عندي اهم شيء
الموقع واكون فاهم انه اذا الديل انه شو ما يكون حقها انا ماخذها تقريبا ب 60-70% من حقها. 70% هذا في حال بدها الشغل كثير، بدها شغل كثير. انا في اشياء شريتها 30% من حقها. فكل عماره لها سيستمها، كل عماره لها حساباتها، بس هاي ما بدها إشي وما بدي ارجع ابيعها. هاي بتخليها سنتين زمن عندك بعدين بتبيعها. هاي لو بعتها على طول تباع 58، بس بعد سنتين هاي بدها تصير 950، يمكن مليون بعد سنتين. مين بقول لك؟ مين بيع؟ ما حدا بيعرف بالغيب. فالمهم الذكاء انك تشتري عمارات زي هاي. وهذا مثلا يعني انا بقول لك هاي العماره قلت لك ب 600 صح، كل شقه فيها بتتاجر ب 1700. شوفوا قديش عندنا الدنيا غاليه، شقه زي الزباله والله ما بتقدر تعيش فيها 1700، فيها اربعه يعني بتدخل لك 6800 بالشهر. فبدل ما بتروح بتشتري السياره كاش زي ما الكل بقول لك معك مصاري اشتري سياره كاش، انا هذا بعتبره غباء، لانه انت هيك حاطط مصاريك في إشي يعني سعره بنزل. السيارات بتطلعش، السيارات بتنزل. بتحط مصاريك تشتري عمارات زي هاي كاش، وباللي بيجيك من هالعمارة اللي هم مثلا هال 6800 بتروح بتشتري فيها المسخرة الثانية زي الساعات والسيارات والأشياء اللي سعرها بنزل بطلعش. معاك مصاري بتروح بتكيش عقار، هذا إذا بدك. كمان في ناس لا بده قرض على العمار، ومش غلط حسب العمارة وشو نوعها، انت فاهم كيف؟ بس الفكرة تشتري أشياء زي هاي واللي بيجيك منها تصرفه على أشياء زي هاي، لأنه إذا بتحط تعبك بشغلك الأساسي، إنه أي مصاري أنت بتتعب عليها جسدياً إذا بتحطها مثلاً بساعات وسيارات شو بصير معاك؟ أنت هيك صارف مصاري تعبان عليها وبيجيش غيرها كل شهر إلا إذا أنت تعبت. بس إذا خدت هالمصاري مثلاً دبيتهن في عمارة زي هاي داخلها الشهري مثلاً 6800، جاي شهرياً قاعد في الدار شغال مش شغال داخل، فهمت علي؟ فهيك أنت راس مالك اللي هو تعبك محطوط هون صمد وبكبر، لأنه قيمة العمارة بتضلها تطلع، ودخلها الشهري جاي كل شهر، بعدين بتروح بتجيب فيه المسخرة زي الجي، فهم علي؟ يعني هاي الامور حلوه بس بتعملش مصاري. اللي بيعمل مصاري الامور هاي فتنهبلش. كبر لها الراس. فيديو سريع حبيت اورجيكو اخوكو سندكو رافع راسكو جلال ابو مويس شو بيعمل في هالبلد. وبعد لكم اياها مصاريك تنصرفش على ساعات ولا بتنصرف على سيارات، مصاريك تنصرف على استثمار، وشو ما بيدخل هالاستثمار بتروح بتتصرمح فيه. غير هيك ما عندي مصاري تعبت عليها تصرفهاش، استثمرها. اللي بيجي من ورا الاستثمار روح تصرمح فيه زي ما بدك، ان شاء الله بتحطه في زبال ما حد سائل. بس اوعك تتهبل في مصاري تعبان عليها ومنتهيه. ويسعد ربكو يا احلى عالم، لانه انا لازم ارجع على انه بعد هالعمارة عندي عمارة تانية لازم اروح اشوفها. وبعد لكم ويسعد ربكو يا احلى عالم. Let's do this.